مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. زي ما وعدناكم هيكون معانا حلقات خاصة جدا وتغطيات خاصة جدا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54. خلوني أقول لحضراتكم إن إحنا سعداء جدا بوجودنا هنا، وخليني أقول لكم إن إحنا قابلنا وهنقابل معاكم كم من الكتاب غير مسبوق. عايز أقول لكم إن إحنا مش بس هنقابل كتاب، إحنا هنقابل الكتاب اللي بتحبوهم، هنتكلم مع أهم الناشرين اللي موجودين، هنتكلم مع الجماهير، هنتكلم مع كل المنظمين للمعرض. الحقيقة انه الهيئة عاملة شغل كبير جدا جدا جدا، من حيث التنظيم، من حيث التسهيلات، من حيث التواجد، من حيث التسهيل على القارئ ان هو يقدر يوصل للي هو عايزه بطبعا الابليكيشن اللي معمولة للمعرض. خليني كمان اقول لكم انه الحقيقة انه السبت اللي فات كان يمكن عدد الزائرين في المعرض تعدى 200,000 زائر، وده في حد ذاته رقم غير مسبوق. مش هطول عليكم اكتر من كده، تابعونا، هتستمتعوا معانا النهارده في حلقه خاصه جدا من داخل معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته الـ54. حضراتكم ولسه مكملين معاكم في تغطية خاصة جدا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54. وزي ما وعدناكم ان احنا هيكون معانا كل الكتاب اللي بتحبوهم وكل المواضيع واهم الاصدارات اللي بتنتظروها. الحقيقة ان احنا معانا دلوقتي واحدة من اهم الكاتبات المصريات وطبعا العربيات ايضا، وهي طبعا الكاتبة والاستاذة مي التلمساني. الكاتبة والاستاذة مي التلمساني عندها اكتر من كتاب مشارك السنة دي في المعرض. مش بس كده، انما كمان احنا عايزين نبارك لها على جائزة حصولها على وسام الفنون والأداب برتبة فارس من فرنسا. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أولا ألف مبروك. الله يبارك فيك. ثانيا نحكي لي بقى شوية عن الكتب اللي حضرتك مشاركة بيها السنة دي. أنا عارفة أن في أكتر من عمل أو أكتر من كتاب. يعني في 4 روايات ليا في دار الشروق السنة دي، دنيا زاد وأكابيلا وهليوبوليس والكل يقول أحبك. أكابيلا هي أحدث إصدار، دنيا زاد يمكن طلعت من كام شهر، والكل يقول أحبك هي آخر رواية صدرت ليا عند دار الشروق. دكتورة ما يحكي لي شوية عن أكابيلا، عايزين نعرف أكتر تفاصيل عن الأبطال اللي موجودين في الرواية. بصي، أكابيلا هي كلمة من الموسيقى، بمعنى غناء منفرد بدون مصاحبة موسيقى. وأنا كنت حابة أن أنا أتكلم على شخصيتين من صديقتين، واحدة فيهم بتتوفى في أول الرواية فهي مش مفاجأة يعني، إنما صديقتها التانية بتلاقي مذكراتها وبتحاول تنشرها. أوكي. ومن هنا بنحاول نتعرف على شخصية عايدة المتوفاة، وكانت فنانة وكان عندها طموحات فنية كبيرة بس ما تحققتش للأسف أو تحقق بعضها، وعلاقتها بقى بالشخصية الرئيسية اللي هي البطلة أو الروية اللي بتحكي لنا كمان عن تصوراتها عن الحياة وعن الحب وعن الفن ودورها كامرأة، وهي نفسها أم الطفل. فيعني علاقتها كزوجة وكأم فبنحاول يعني بحاول أبص شوية على كل الأزمات اللي ممكن تواجهها المرأة المعاصرة في مجتمعنا المصري حاليا، سواء كانت بقى أم أو فنانة أو مشهورة أو أقل شهرة. يعني كل العلاقات دي بالنسبة لي كانت مهمة قوي في أكابيلا. أكيد. وده لازم يخليني أسأل حضرتك عن الأدب النسائي وعن اهتمام كل الكاتبات بإبراز أهم ما يخص المرأة المصرية والعربية بشكل كبير جدا. كلميني شوية عن الأدب النسائي، رأي حضرتك فيه إيه؟ شايفة إنه هو واخد حقه في مصر وعلى مستوى الأدب والثقافة، ولا شايفة إن إحنا محتاجين نبذل فيه مجهود أكتر؟ يعني عايزة نظرة حضرتك كده بشكل شامل عن الأدب النسائي. لا، الحقيقة إحنا من أول التسعينيات وأنا بنتمي للجيل اللي بيتسمى جيل التسعينيات في الأدب، شفنا طفرة مهمة جدا جدا في كتابات المرأة، يعني الكتابات التي تكتبها المرأة بغض النظر عن هي بتتبنى قضايا نسوية أو قضايا تحرر المرأة أو لا.
فأنا متهيألي أنه إحنا عملنا إنجاز كبير جداً في 30 سنة اللي فاتوا من حيث عدد الكاتبات المتواجدات على الساحة اللي بينشروا بشكل منتظم، اللي عندهم إقبال، اللي بعضهم بس سيلرز كمان. في بعض الأحيان بنلاقي كاتبة كمان بتوصل لجوائز وبتحصل باعتراف نقدي وكذا، وليها معجبين كتير وقراء كتير، قارئات كتير، بتقدم قضايا ليها علاقة بوضع المرأة في المجتمعات الحديثة. كل ده يعني عامل زخم كده في الوسط طبعاً الثقافي عظيم طبعاً، وأنا فخورة بيه، والأجيال الجديدة كمان عاملة دور عظيم جدا في المجال ده. فأنا بحيي كل ست قادرة تعبر عن نفسها وتعبر كمان عن أخريات من خلال الأعمال الأدبية بتاعتها، سواء بقى رواية أو شعر أو مسرح. عندنا أعداد قليلة قوي من كاتبات المسرح، لكن فيه فالمجالات دي والسيناريو، أنا عايزة أقول كل أنواع الكتابة مهم جدا أنه النساء يخوضوا المجالات دي، ومهم جدا أن احنا نعرف وجهة النظر اللي هي مختلفة إلى حد كبير عن وجهة نظر الكتاب من الرجال، ومش بمنطق التلصص، يعني مش بمنطق أن احنا هنشوف بقى الست بتفكر إزاي. بالعكس، احنا مهم جدا بالنسبة لنا أن هي تكون شريك رئيسي في كل حاجة في المجتمع. صحيح. والشراكة دي مبنية كمان على وعي، مبنية على علم، مبنية على معرفة. كتير جدا من الكاتبات اللي ممكن يعني أذكر أسماء كتير هما كمان أساتذة جامعة مثلا، فعاملين أبحاث أكاديمية. فعايزة أقول أنه عندنا في مصر عدد كبير يعني لا حصر له من الكاتبات طبعا، وده ابتدى يمكن من التسعينيات يبرز بشكل أساسي، إنما مؤخرا كمان بنشوف في الأجيال الجديدة أسماء كتير مهمة، وأنا بحيي كل ست بتكتب وبتنشر أكيد النهاردة في مصر وفي الوطن العربي. أكيد. وأعتقد أنه كمان الكتابة النسائية يمكن يعني إحنا مش بنتحيز بس للسيدات أو للبنات أو للكاتبات، إنما كمان في مشاعر وفي أحاسيس مش هيقدر يعبر عنها الراجل، مش طبعًا هيقدر يحس طبعًا بيها الراجل، مش هيقدر ينقلها الكاتب، لكن تقدر تعبر عنها الكاتبة، وتقدر تعبر طبعًا عنها الأنثى الكاتبة اللي بتكتب عن أنثى زيها. مظبوط، تمام، أنا متفقة معاكي. طبعاً ده بيبقى برضو يعني في تحدي شوية، لأنه في بعض الأحيان إحنا بنتكسف كمان، يعني بنتكسف نعبر عن قضايا تخصنا عميقة أو أحاسيس ومشاعر عميقة، فساعات بنحط حواجز على أنفسنا. ولكن حرية الكاتب دي يعني المفروض تكون مطلقة، وحرية الكاتبة أيضاً. وأنا بقول لنفسي أنه طول ما في كاتبات بتكتب احنا هنتقدم أكيد في قضايا تخص المرأة بشكل أكبر وأوسع وأشمل. وكمان أقدر أحيي كمان الكاتبات اللي قادرين يجيبوا صوت الرجل. أيوة. مش كل الكاتبات بيكتبوا فقط عن شخصيات نسائية. أيوة. في كاتبات كتير قادرين ان هم يوصلوا لنا أيضا مشاعر وأحاسيس ومواقف ذكورية. صحيح. من خلال الشخصيات الذكورية. صح. في الروايات. فيعني أنا بحيي أي كاتبة عندها قدرة على التخيل وعندها قدرة على الغوص في النفس الإنسانية، بحيث أنها تقدر تقدم لنا فعلا يعني العمق اللي غالبا الناس العادية مش هتقدر توصله. طبعا. فالكتابة في الحالة دي أو الأدب في الحالة دي بيقدم لنا خدمة فعلا إنسانية، يعني أكيد أنه بيعرفنا على النفس البشرية، وبيساعدنا على أنه لو عندنا مشاكل نحلها ونعرضها، لو عندنا تساؤلات نعرضها. يمكن ما عندناش أجوبة طول الوقت، لكن بالتأكيد في تساؤلات. فأنا عايزة أقول إنه الأدب ده حاجة حيوية جدا وإيجابية جدا ومهمة جدا، ومعرض الكتاب دليل يعني على إنه أنا شايفة يعني النهاردة يوم عظيم جدا، لأن أنا شايفة زحام شديد جدا. أيوة. هو على فكرة السنة دي أو الدورة دي تحديدا دكتورة مي، يمكن نسبة الحضور فيها هي نسبة غير مسبوقة. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إن يمكن السبت اللي فات تحديدا كان في أزيد من 200,000 زائر للمعرض. حاجة جميلة جدا. بجد. فهو فعلا زي ما حضرتك بتقولي الموضوع مختلف، والإقبال السنة دي بجد مختلف. لا، أنا كمان سعيدة بالدورة دي بالذات لأنها دورة صلاح جاهين. أيوة. يعني قامة من قامات الكتابة والإبداع والفن طبعا في مصر. طبعا. وإنه يكون في كتب عن صلاح جاهين، إنه يكون في ندوات عن صلاح جاهين، إنه طبعا هيئة الكتاب نشرة كل الأعمال الكاملة لصلاح جاهين، فدي هيكون عليها إقبال أكيد طبعا كبير جدا. طبعا. وإنه الشباب
تربيه كبيره جدا من كل الاجيال. بالظبط بالظبط، والشباب بيقروا لسه وبيستمتعوا باغانيه وبافلام الافلام اللي هو حتى شارك وشعره وكل دواوينه. طبعا طبعا طبعا. فانا فخوره ان انا يعني جزء من الدوره اللي محطوطه تحت اسم صلاح جاهين. جميل. اخر سؤال ومش هطول على حضرتك اكتر من كده، البست سيلر، وراي حضرتك ايه في تجربه البست سيلر خاصه انه في ناس كتير ابتدت تقبل عليها؟ انا شايفه انه سوق الكتاب يتسع للجميع. يعني سوق الكتاب ده المفروض انه في صناعه ثقافيه، ومهم جدا انه يكون فيها الرائج والاكثر رواجا، زي ما يكون فيها الكاتب اللي بيحاول يعمل لنفسه مسار وخط خاص ويغير حاجه في تاريخ الادب، يغير حاجه في التجربه الادبيه. يغير حتى عالميا، يعني احنا بيطلع من عندنا من مصر مواهب كبيره لدرجه ان هي بتشارك في الحركه الادبيه عالميا من خلال الترجمه. فدول يعني انا عايزه اقول انه لان المجال يتسع للجميع، انا بشجع جدا انه اي دار نشر يكون عندها كاتب او كاتبه او عدد من الكتاب بست سيلرز الاكثر مبيعا. اكثر مبيعا. أيوة. لانه الصناعه تحتاج للاكثر مبيعا. صحيح. مش هقدر اقول انه كل الناس هتقرا نجيب محفوظ بنفس القدر اللي هنقرا بيه بست سيلر، لكن الشباب طالما بيقبل على كتاب، انا ما عنديش اي يعني احكام قيمه. أيوة. على الكتاب انا بفكر فيه باعتباره منتج، والمنتج ده محتاج يتسوق، ومحتاج نشجع كل الناس على القراءة. قروا بقى أدب رفيع أو قروا أدب ترفيهي أو قروا أدب بست سيلرز، أنا بسمي ساعات بعض الأحيان، يعني هي قضية تسويق طبعا، لكن هي كمان قضية استهلاك. أيوة. يعني أنا عايزة أقرأ رواية خفيفة في القطر، وبعد ما أوصل المشوار بتاعي أتخلص منها خلاص تمام. وفي روايات أخرى بالعكس أنا أحب أحتفظ بيها في مكتبتي، فأنا عندي كل أعمال نجيب محفوظ، عندي كل أعمال يوسف إدريس، عندي كل أعمال يحيى حقي، عندي كل أعمال توفيق الحكيم، دي ناس أنا عاوز أحتفظ بيها. لكن البست سيلر ممكن أقراه للاستهلاك وبعد كده يمكن ما يكونش عنده قيمة كبيرة قوي، ما أحبش أحتفظ بيه. فكل ده متواجد في سوق الأدب. اللي بياخد جوائز كبيرة لأنه بيحفر في مجال الأدب، واللي مش بياخد جوائز بس عليه إقبال جماهيري. فكل ده بالتجاور ده بيسمح لنا أن احنا نعمل صناعة ثقافية. صحيح. وصناعة للكتاب قوية ومهمة، وده مهم طبعًا. للصناعة طبعًا. ونفس الحكاية تنسحب على السينما، نعمل أفلام عظيمة وبنعمل أفلام تجارية وخفيفة، ده شيء طبيعي جدا لأي صناعة عشان تستمر. طبعًا. طبعًا. والتنوع ده أعتقد أنه هو مطلوب جداً جداً. في أي خطة بتفكري فيها بعد معرض الكتاب؟ في أي جديد بعد معرض الكتاب؟ أنا قاعدة في مصر 4 شهور. أوكي. وعندي بحث عن، يعني بعمل شغل على العروض البرامج العربية للأفلام العربية، فمحتاجة أكون موجودة في مصر الفترة اللي جاية، فقاعدة للبحث ده. جميل. وبشتغل على رواية جديدة، فيعني جميل. مصر ملهمة دايما. أكيد. بتمنى لحضرتك التوفيق، وسعيدة جدا بلقاء حضرتك دكتورة. شكرا جزيلا. ميرسي. شكرا. جدا. شكرا. مشاهدينا خليكم معانا، لسه مكملين معاكم حلقة خاصة جدا وتغطيات خاصة جدا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. وطبعا زي ما انتم عارفين انه ادب الرعب كمان ليه نصيب كبير جدا، مش بس على فكرة عند الشباب، لان احنا كنا فاكرين انه بس الشباب، انما كمان اكتشفنا انه البنات والستات بيحبوا جدا ادب الرعب. النهاردة معانا بتاع الرعب المشهور باللقب ده، وطبعا ما اسموش كده في الحقيقي، هو الكاتب الشاب المتميز جدا الاستاذ محمد عصمت، ومعانا كمان الاستاذ يحيى عزام. والاستاذ يحيى عزام دي اول مرة هنقابله فيها، وهما الحقيقة عاملين مع بعض كتاب مشاركين بيه في معرض الكتاب، هنقدر نعرف منهم تفاصيله اكتر. مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازيك استاذ محمد؟ اهلا استاذ يحيى. ازيكم؟ الف مبروك على مركب عم جابر. الله يبارك فيك. احكوا لنا بقى شويه عن مركب عم جابر. قبل ما نتكلم عنها عايزه اعرف انتوا ليه قررتوا تكتبوا مع بعض؟ طيب يعني خليني اقول لك، احنا اصلا من البدايه اصحاب، ومركب عم جابر بدات بموقف حصل حقيقي ما بيننا. كنا في
زي رحلة ترفيه استجمام كده كنا موجودين فيها وحصل فيها موقف، فاحنا قاعدين قررنا قلنا ايه، طب الموقف ده لو حصل بالطريقة الفلانية هيبقى مرعب جدا. فمن هنا نشأت الفكرة. وانت بتاع الرعب اصلا فما صدقت بقى. طلعنا الفكرة وتناقشنا فيها لغاية ما وصلت لشكلها النهائي. وبعدين بدأنا نقسم الاجزاء على بعض، ان دي اول تجربة مشتركة في الكتابة ليا واول تجربة مشتركة في الكتابة لي. اوكي. واشتغلنا عليها لما طلعت بالشكل ده، فهي فيها بعض الاحداث الحقيقية ولكنها رواية بشكل كبير خيالية يعني. اوكي. استاذ يحيى، ده اول تجربه ليك ولا جربت قبل كده او كتبت قبل كده؟ كتبت قبل كده عندما يعزف الشيطان، لكن دي قد تكون اول حاجه بروفيشنال. لان معايا طبعا بتاع الرعب ذات نفسه يعني. أيوه. فبالتاكيد دي بالنسبه وانت لي. وانت غاوي رعب برضو زيه كده؟ هو انا غاوي كآبة. انا احب اكتب الادب الدستوبي الكئيب. أيوه. اللي تقرا كده فتزعل، هو ليه يعني انت ليه بتعمل فيها كده. ايوه. لكن هي دي تعتبر بالنسبه لي اول تجربه، حاجه الواحد يفخر بيها يعني. جميل جميل. مركب عم جابر، ايه المواقف اللي فيها من الحقيقه؟ طيب هو الموقف مش هنقول كلها طبعا، أكيد. مش هنحرق الروايه اكيد، بس يعني قول لي كده موقف او موقفين. طيب هو انا من مدينه ساحليه من دمياط. وكنت عزمت يحيى عندي ان احنا ناخد لانش وننزل الميه ونشوي وكلام ده، وكان معانا ناس صحابنا. ونزل حد من صحابنا غطس يعني وما طلعش فتره طويله، فلما طلع هو قال ان هو كان في طحالب كتير تحت وانا خفت ان حاجه تمسك فيا وبتاع، فجت من هنا الفكره ان احنا طب وطلع في الاخر ولا ايه؟ ما تسيبنيش كده. عادي جدا. هو في الحقيقه طلع، في الروايه ما طلعش. اوكي اوكي. فالروايه اتبنت على الموقف ده، ان هو قال ده الطحالب دي لو كانت مسكت فيا ما كنتش طلعت. فبدانا نقول ايه، طب ما لو مسكت فيه فعلا كان حصل، كان ايه اللي ممكن يحصل؟ وبنينا على ده بقى القصه كامله. وعم جابر هو شخص حقيقي بس ما اسموش عم جابر. اوكي. استاذ يحيى، احكي لي على موقف مرعب تاني حاطينه في مركب عم جابر. بعد ما رجعت من الاجازه اللي قعدتها عند عصمت، كان فتره تقلبات بقى، وكان انت في القاهرة كمان انا في القاهرة. وكان وقتها وقت الحجر، فما كانش في حد بيخرج من البيت والدنيا كلها قافله، فالواحد بدا يتهيأ له شويه حاجات بقى من القعده لوحده. فكل ما الاقي حاجه جت في بالي اكلم عصمت، بقول لك ايه يا عصمت، في صوت جاي من الشباك. يقول لي حلو ده، استنى احكي لي كده ايه الصوت اللي طلع من الشباك ده. لما مش عارف، فبدانا نالف بقى حاجه، اقول له طب ما تيجي نخليها كذا، طب بقول لك ايه تعالى نتقابل. فيجي لي مره يبات عندي، يصحى الصبح لا ده في حاجه عندك، وهو ما فيش حاجه، بس هي في الاول وفي الاخر ايه، طب تعالى نكتبها بالطريقه الفلانيه، نكتب. أوكي. بالطريقه الفلانيه. ففي الاخر طلعت الحمد لله حاجه سوليد مربطينها كلها ببعض، فانا اكتب شويه عصمت يكتب شويه يعدل لي اعدل له، عملنا البناء المحترم بتاعها، وهو الحمد لله زي ما حضرتك شايفه عروسه. كل واحد فيكم كتب جزء، اخترتوا ايه؟ مين فيكم اختار انه جزء وليه اختاره؟ استاذ محمد. انا اخترت الاجزاء اللي حصلت ليحيى، وهو كتب الاجزاء اللي حصلت لي، لان عشان مش كل واحد يكتب عن نفسه. بالظبط، عشان كل واحد يكتب عن الموضوع من وجهه نظره هو كحد بيتفرج من بره، مش اللي حصل له الموقف. لان دايما اللي بيتفرج من بره عنده رؤيه مختلفه جدا عن اللي عن اللي جوه الموضوع. طبعا. فاحنا اخترنا ان احنا نعكس الادوار عشان حتى القارئ نفسه ما يحسش ان محمد هو اللي كتب جزء محمد ويحيى هو اللي كتب جزء يحيى. عشان شيء من الفكاهه يعني، بيكون في شيء من الفكاهه لما انت تتكلم على حد غيرك. ايوه، غير لما تهزر على نفسك. بالظبط. فهو بيجي كده مع الجزء بتاعي يتريق، فيبان ان في جزء كده رعب على حته كوميدي على حته هزار على حته سوداوي على حته سوداويه ما نسيبهاش برضو. فبتطلع في الاخر التوليفه الجميله بتاعتك. القارئ هيتبسط لما يقرا مركب عم جابر؟ والله يعني ايه اهدافك من مركب عم جابر؟ عايز القارئ يوصل له ايه؟ ايه اللي انت عايز توصله له؟ هدفي، انا هدفي الاساسي من الكتابه بشكل عام هو ان القارئ يتبسط، يستمتع شويه وهو بيقرا الكتاب. مش يترعب، مش يحس ان هو خايف قد ما انا هدفي الاساسي بيبقى ان هو يتبسط. فانا اتمنى ان الهدف ده يوصل للناس ويتبسطوا بالتجربه دي، خصوصا انها حاجه جديده علينا احنا الاثنين يعني. اكيد. استاذ يحيى، ايه هدفك من مركب عم جابر، او ايه اللي انت منتظره لما مركب عم جابر توصل للقارئ؟ والله ان هو يعني يتعامل مع الحاجات اللي بتخوفه بشيء من السخريه، وان احنا كلنا كده كده رايحين. ايوه. فما يخافش. ما تخاف، هتخاف من ايه؟ ما هي كده. أيوة. كده جايه لك. ايوه. وحرفيا اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. صح. وفي الروايه انا وعصمت خوفنا من العفريت وطلع لنا فعلا. بجد؟ يعني طلع لنا فعلا. لا لا طلع. انا شخصيا ارجوك. ايوه، يبقى هيطلع لك. احنا في معرض الكتاب دلوقتي لو سمحت، ما فيش عفاريت من فضلك. هيطلع لك. انا بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله يا رب تلاقوا يعني اقبال كبير جدا على مركب عم جابر. انا سعيد اني موجود معاكم، وشكرا انكم موجودين. ميرسي استاذ محمد، ميرسي استاذ يحيى، شكرا. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. لسه مكملين معاكم مشاهدينا من داخل معرض القاهره الدولي للكتاب، ولسه عندنا فقرات تانية كتير، تابعوا. We'll be right back.
من رواد المعارض يعني، من المعرض 19 لليوم ما فوتش ولا معرض، وهي مناسبة لإلنا، تواصل حضاري وتواصل ثقافي ونافذي للكتب العالم العربي كلها هون عندنا في القاهرة. عجبني التنظيم وقد فيه حاجات يعني سكشنز كتير في حاجات كتير مختلفة، كتب من كتب من حتت مختلفة، وكان في سكشنز كده عن مثلا كل بلد ممثلة نفسها، عمان مثلا، فلسطين وكده، فدي حاجة كانت لذيذة بالنسبة لي. أكتر حاجة شدتني في المعرض مش هقول لك الكتب، هقول لك الناس. سعيد جدا إن الناس كتيرة وإن الناس مقبلة على شراء الكتب والقراءة، وزي ما قلت لك عشان لمواجهة وسائل الإعلام الأخرى. أنا جيت النهاردة عشان ليه البوسترز والحاجات دي والبريسلتس، شفت حاجات شكلها حلو يعني، بس أنا لو هقرأ ممكن أقرأ حاجات رعب. طبعا الأسعار كويسة والمعرض كويس جدا، تنظيم كويس جدا. احنا كنا جايين مع معالي وزير الأوقاف في الجلسة الافتتاحية، والشؤون الإسلامية عاملة كتب بأسعار كويسة جدا. ليا أكتر من كتاب في المعرض، ديوان وحيد في عالم فارغ نزل، كان أول مرة ينزل المعرض، كانت السنة اللي فاتت أخدت بيه لقب أصغر شعرة في مصر. والسنة دي ليا كتاب جديد هو خواطر، اسمه بين الحين والآخر، اشتريت يوتوبيا للدكتور أحمد خيطة فيه، واشتريت لرضوى عاشور سراج فرج. في مؤلفات قديمة لعباس محمود العقاد، العبقريات كلها، في القصص نجيب محفوظ، قصص لإحسان عبد القدوس. عجبني يعني في المعرض سور الأزبكية. يوم جميل الصراحة يعني، والمعرض كله منظم وكده، ويوم جميل يعني. بحب أقرأ، وجيت المعرض ده عشان أختي مشتركة فيه، كاتبة في كتاب اسمه رسائل روح، والكتاب جميل جدا والمعرض تحفة وحاجة مشرفة جدا. مشاهدي يحكى أن زي ما وعدناكم في حلقات خاصة جدا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، معانا دلوقتي الكاتب المتميز جدا والمتألق، هو الحقيقة ضيف عزيز علينا في يحكى أن، لأنه نورنا قبل كده في يحكى أن، النهاردة إحنا ضيوفه، إحنا اللي عنده في المعرض، الكاتب والأستاذ أحمد القرملاوي. هو مهندس كمان، هو مش بس كاتب، كاتب وناشر، الكاتب والناشر. ايوه دلوقتي صح كده؟ ايوه دخلت أيوة. مجال النشر. الف مبروك، ربنا يبارك، وسعداء جدا بوجودنا معاك، وسعداء جدا بوجودنا في الديوان. احنا اللي سعداء جدا ان انتوا نورتونا النهارده، ومنورين المعرض ومنورين الجناح. ميرسي. خلينا نتكلم شويه استاذ احمد على اعاده الاغلفه او تجديد أغلفة كتب الراحل الأديب الكبير طبعا أستاذ نجيب محفوظ. أعتقد أن دي كانت خطوة مهمة، وفي نفس الوقت أكيد كنتوا حريصين جدا وأنتوا بتعملوها. طبعا هو المشروع الأكبر للدار، واللي قامت عليه فكرة النشر أصلا في الأساس، والنجيب محفوظ مش محتاج يعاد تقديمه للناس يعني أكيد. هو ياما قدم، بس احنا شفنا نجيب محفوظ وجوده معانا احنا مع الـ مع الـ مع الفايب الجديد بتاع ديوان، مع طبيعة خطابنا للجمهور بتاعنا، ان احنا يعني نجيب محفوظ هو اللي بيقدمنا دلوقتي، هو اللي بيقدم شباب وفنانين ومبدعين جداد من خلال مشروع نجيب محفوظ، مش مجرد طبعة جديدة لنجيب صحيح. محفوظ. صحيح، تجديد الأغلفة مدية روح مختلفة للكتاب، مدية شكل مختلف للكتاب، مدية جاذبية ملهاش علاقة طبعا بالمحتوى، المحتوى ما نقدرش نيجي جنبه وما نقدرش نتكلم عنه، بس احنا بنتكلم عن الغلاف ان هو حقيقي شكله جذاب. عملتوا ايه؟ فكرتوا فيه ازاي؟ صممتوه ازاي؟ كنتوا حريصين على ايه؟ كنتوا قلقانين من ايه؟ يعني مشروع كبير مش مشروع صغير. اكيد اكيد، انا عايز اقولك ان بس يعني بخصوص المحتوى، احنا يعني داخلين في تدقيق المحتوى مع كل الطبعات القديمه اللي صدرت، حتى اللي في الجرايد، اللي في المجلات، علشان خاطر نوصل للمحتوى الادق، حتى لو في جمله ناقصه، حتى لو في كلمه متغيره لازم بنرجعها تاني لاصلها. ده بخصوص المحتوى. بخصوص الاغلفه، هي العنوان الابرز والشباك صح. الاهم للمشروع، لكن صح. هي بس الموضوع مش قاصر فقط على الاغلفه، احنا بنقدم مشروع فني كامل وكبير. أيوة. بنقدم من خلاله شباب مصريين من 25 ل 35 سنه بيعملوا براندنج، بيعملوا ديزاين، بيعملوا ارت ورك، بيعملوا برودكتس، تبقى كلها يعني قايمه على نجيب محفوظ وحوالين اسمه. كنا خايفين من ايه؟
كنا خايفين طبعا لما خدنا يعني مشروع بالحجم ده واسم طبعا اسم كبير جدا ده كان مقلق بالنسبة لنا، لكن واحنا بنصمم الأغلفة ما خفناش، بنقدم لجيل أصغر سنا يعني يعتبر شوية مور فيجوال، بيحب لغة البصر أكتر. أيوة إيقاع أسرع مختلف طبعاً. وده اللي احنا شفناه النهاردة بيتحقق، ومع بداية المعرض لقينا فلو من الشباب، في منهم صغار السن خالص ما قرأوش نجيب محفوظ قبل كده، جايين منجذبين للشكل الجديد، بيسألونا نقرأ إيه ونبدأ منين، وهو ده كان الهدف. وهو ده كان الهدف إن إحنا بالزبط. نوصل الروائي والأديب الكبير نجيب محفوظ للأجيال الجديدة والشباب، ندي نفس جديد لمشروع نجيب محفوظ اللي هو يعني شيء ممتد مع الزمن ومع التاريخ. جميل. نجيب محفوظ مش مجرد كاتب، ما كانش بيؤرخ بس لمصر، لا هو كان فيلسوف كبير والأفكار بتاعته ممكن تعيش مع الزمن. صحيح. مش هكلم الناشر بقى دلوقتي، هكلم الكاتب أحمد القرملاوي. أحمد القرملاوي ككاتب عندك إيه السنة دي مشارك في معرض الكتاب، واحكي لي شوية عن رأيك ككاتب السنة دي في الدورة الـ 54. أنا عندي كتبي السابقة هي اللي مشاركة، ما عنديش إصدار جديد. بالظبط، لأن في الفترة اللي فاتت كنت مشغل قوي بالمشروع وعايز أبقى مديله الجزء الأكبر من تركيزي. لازلت بكتب بس على استحياء شوية، ومش عايز أفرغ نفسي بشكل كامل لمشروع روائي دلوقتي، بس إن شاء الله هيبقى في حاجة مع الصيف. عايز تخلص الأول البروجكت أو تخلص يعني المشروع تركيز كبير. تركز فيه كويس. رأيك إيه في الدورة الـ 54 السنة دي؟ الدورة مذهلة، يعني مذهلة بالنسبة لي ككاتب وكناشر. كان في تخوف شوية من الناشرين ان مع الظروف المضغوطة زيادة الأسعار شوية ممكن الكتب يبقى ما فيش عليها نفس الإقبال. الشعب ده مذهل، عنده قدرة على الحياة وقدرة على الاستمرار، وبيحب المهرجان بتاعه، جي يعمل الفستيفال بتاعه السنوي ويحييه بنفس الطريقة ويشتري كتب ويقبل عليها زي الأول. أيوة، فاحنا مذهولين ومبسوطين. الحمد لله الحمد لله. بتفكر في اي حاجه جديده هتعملها بعد المعرض؟ هل عندك فكره لروايه جديده يمكن تكون الفكره بس موجوده بس لسه ما ابتديتش شغلي فيها؟ في روايه كنت شغال عليها بالفعل، وكنت قطعت يعني شوط فيها، وهشتغل عليها بعد ما اخلص بقى من الاجواء بتاعت المعرض دي واريح شويه. مش عايز تغششنا الفكره؟ هي فكره مختلفه خالص عن كل اللي كتبته قبل كده. أوكي. بتدور في زمن تاريخي سابق وقديم شويه. أوكي. حوالين قصه كده تاريخيه ما ذكرش فيها التاريخ غير سطرين ثلاثة، وأنا بحاول إن أنا يعني يبنى على الفكرة دي عالم كامل. ده اللي أنا شغال عليه دلوقتي. جميل. أنا بتمنى لحضرتك التوفيق وبتمنى للديوان التوفيق. شكر وألف جدا. ألف مبروك على النجاح الساحق الكبير جدا اللي عملتوه في تجديد أغلفة أو في إعادة أغلفة الكاتب الرائع. حضراتكم ولسه مكملين من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، ومعنا دلوقتي الناشرات المهمات جدا في الوسط الثقافي بشكل عام، وهي الأستاذة ليال رستم. مساء الخير. مساء النور. ازيك والف الف مبروك، ويعني كل سنة وانتم طيبين علشان العيد الثقافي الجميل اللي احنا موجودين فيه. وانتي طيبة، ميرسي قوي، مبسوطة لوجودي معاكم النهاردة. قوليلي أستاذة ليال، انتوا كدار نشر ايه اللي بتكونوا حريصين عليه دلوقتي في ظل الفترة اللي احنا موجودين فيها عشان تقدروا ان انتوا تشجعوا القارئ ان هو يشتري الكتاب، ان هو يجي، ان هو يكون يعني موجود وليه وجود في المعرض؟ احنا بنحاول دايما اختيارنا للكتب والمحتوى يكون متميز ويقدم حاجة جديدة، يكون في بحث موجود فيه، كتابة إبداعية، وكمان من ناحية دي ان احنا بننشر الأدب والأعمال الغير أدبية. والأعمال الغير أدبية بتبقى من مجالات مختلفة، فده اللي بنقدمه للقارئ، التنوع الموجود، الكتاب المتميزين الجدد، طبعا مع اعمال طبعه نجيب محفوظ الجديده اللي بتقدمها طبعا ديوان. مشروع كبير جدا.
والحاجة التانية اللي بنقدمها للقارئ المصري هي أنه تبقى طبعة خاصة بمصر، لأن في كتب كتيرة موجودة أو بتيجي من برا مصر فبتبقى سعرها أغلى، فإزاي نقدر ناخد حصرياً طبعة مصرية فتبقى في متناول القارئ المصري. جميل، وده طبعاً كمان خليني أقول لكم أن أنتوا يعني كمان بتساعدوا القارئ في ظل الظروف الاقتصادية اللي ممكن يكون العالم كله بيمر بيها، أن هو يفضل محتفظ بعادته وهي القراءة، يفضل محتفظ بحبه الأول والأخير وهو اهتمامه بالكتاب. حقيقي جدا جدا، والأزمة الموجودة الاقتصادية موجودة على الناشر كمان طبعا، فهي أزمة علينا وأزمة على القارئ طبعا. القارئ في معرض الكتاب مشجعنا جدا، وإحنا مشجعينه من خلال التنوع ومن خلال الخصومات اللي بنقدمها. إيه رأيك في الإقبال السنة دي؟ وإيه رأيك في الإقبال في الدورة دي؟ الحقيقة كان مفاجأة كبيرة. توقعنا قبلها أنه الناس مش هتقدر تيجي، مش هتقدر تشتري، وإحنا كناشرين اضطرينا ناخد قرارات كتيرة أن إحنا نقلل مثلا كمية الطبعة علشان نقدر نوفر عدد أكتر من الإصدارات للقارئ. بس الحقيقة أظن أن الناشرين فاجئوا القراء، والقراء كمان فاجئوا الناشرين. الجمهور الحقيقة أبهرنا السنة دي في الدورة، والمبهر جدا جدا تواجد الشباب السنة أيوة دي. أيوة طبعا طبعا، ومع أمال نجيب محفوظ لاحظت كذا مرة يجي حد شاب يقول أنا ما قريتش نجيب محفوظ، أبتدي بأنهي كتاب؟ بتنصحيه بإيه؟ على حسب هو بيحب يقرأ. يعني انت لو حد ما قراش نجيب محفوظ قبل كده تنصحيه يبتدي بايه؟ انا ممكن اقول له من تجربتي انا الخاصه انه اول عمل اقراه لنجيب محفوظ كان قلب الليل. وهي روايه جميله جدا. وهي روايه حوار. فانصحه انه لو ما كانش قرأ لنجيب محفوظ وحابب حاجه قصيره، لان ساعات حجم الكتاب ممكن يخد قارئ جديد. انه يقرا نجيب محفوظ، يقرا قلب الليل. وطبعا دايما دايما لو هنشتري روايه واحده ويعني هنقرا روايه واحده السنه دي، دايما برشح ملحمه الحرافيش. جميل جميل، قولي لي ايه الجديد اللي عاجبك في المعرض السنه دي ما كانش موجود السنه اللي فاتت؟ الحقيقه احنا كدار نشر اول سنه تواجد لينا كدار نشر في المعرض، كنا بنتواجد كمكتبه. فاحنا الجداد على المعرض، فانا نفسي اعرف اقبال الناس والمعرض هيقول ايه علينا. أوكي. بس كمان اللي عاجبني قوي هو التضامن الناشرين مع بعض. حقيقي كلهم ايد واحده في المعرض ده، وعايزين يوصلوا رسالتهم ويوصلوا القراءة للناس كلها. أنا بشكرك وبتمنى لكم كل التوفيق. ميرسي. مشاهدينا لسه معاكم، خليكم معانا مكملين معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 4 و5.
التسعينات، الفترة الجميلة اللي احنا كلنا عشناها، اللي كلها تماسك وكلها تواصل وكلها حب أسري. بنحاول نبين العادات والقيم الجميلة اللي كانت موجودة في الأسرة المصرية ديت عن طريق مواقف كوميدية في قصص موجودة جوه الكتاب بشكل ساخر كمان، بشكل ساخر، كلها مواقف كوميدية ساخرة جدا 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 بتبين مدى ترابط الأسرة المصرية. جميل. وجود حضرتك في المعرض السنة دي، مشارك بإيه في المعرض؟ أنا مشارك بالكتاب الجديد أسرار مكتومة وجميع إصداراتي اللي فاتت اللي هم أربعة، يعني من أول 2014 في إصدارات لحد 2023. أستاذ شريف، كلمنا شوية بقى عن الفيديوز بتاعت اليوتيوب. ما ينفعش نتكلم بس عن الكتب، بس كمان عايزين نتكلم عن الفيديوز بتاعت اليوتيوب اللي حضرتك بتعملها، وفكرة المحاولات فك الشفرة ما بين الراجل والست. هو دي شفرة ما بتتفكش، خلينا طبعا. دايما أنا بقول محاولات. أنا كل ما بطلع معاكم في البرنامج في حلقات البرنامج بقول نفس الكلام، لكن هي العلاقة ما بين الراجل والست هي علاقة جميلة، علاقة جدلية بالحلو بتاعها وبالوحش بتاعها. صحيح. ما ينفعش حاجة تتفصل عن التانية، لكن هو دايما اللي احنا بنحاول نركز عليه الحاجات الكويسه في العلاقه مهما كانت في اطار سلبي او اطار ايجابي. مفيش حاجه وحشه على طول المدى، حتى الخناقات اللي بنتكلم عليها ما بين الراجل والست بيجي بعدها مصالحه. أيوه. فبتبقى شكلها لذيذ جدا وجميل جدا. فدايما احنا بنتكلم عن كل ما يمكن ان يعيد ترتيب العلاقه ما بين الراجل والست. مش بنركز على المشاكل ونسيبها بس كده. انا بشكرك على وجودك معانا النهارده، والف الف مبروك على وجود حضرتك في المعرض، وكل سنه وحضرتك طيب. وانتم طيبين وبالصحه والسلامه. شكرا. شكرا. من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال54، وزي ما وعدناكم في حلقات خاصة جدا هنشوف فيها جميع الأجنحة، هنشوف فيها كل الأماكن، كل الكتاب اللي بتحبوهم. ولكن احنا دلوقتي الحقيقة في واحد من أهم الأجنحة اللي موجودة في المعرض، وهو جناح الطفل. جناح الطفل عايز أقول لكم إن هو واحد من أهم الأجنحة، لأنه حقيقي المنظمين والمسؤولين والقائمين على هذا الحدث الثقافي الكبير جدا مهتمين جدا بالطفل. الطفل يعني المستقبل، الطفل المصري يعني هو اللي جاي، والعربي طبعا. طفلنا المصري احنا لازم نهتم بثقافته، لازم نهتم بتنويره، لازم نحصنه مظبوط، وهنحصنه باننا نعلمه، باننا ننوره، هنحصنه من اي اغراءات ومن اي افكار ممكن تكون ضدنا او ضد بلدنا. الحقيقه انه احنا دلوقتي مع واحده من اهم الكتاب المتخصصين جدا في ادب الطفل، وهي الكاتبه ميريم رزق الله. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، والف الف مبروك على النجاح الكبير، وكل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيبه يا فندم، ميرسي. خلينا نتكلم شويه عن الطفل. وانا عارفه قد ايه انت مهتمه بالطفل، وقد ايه انت حريصه انه الطفل المصري يكون طفل يعني مثقف ومتنور ومتعلم وضد اي اغراءات ممكن مزبوط. يكون بيتعرض لها. كلميني شويه عن الطفل المصري من وجهه نظرك، وشايفه انه ادب الطفل واخد حقه ولا لسه محتاجين نشتغل عليه شويه؟ هو الحقيقه ادب الطفل ابتدى يشد حيله تاني الحمد لله. الطفل المصري طبعا زي ما حضرتك اشرتي محتاج توعيه، لانه بيتعرض لحاجات كتير بتترمي عليه ممكن تسرق من براءته.
وكمان تزود من قلق ومخاوفه في سن صغيرة، محتاجة تشوف الحياة أبسط وأجمل من كده شوية. صحيح. محتاج رعاية ومحتاج اللي يطمنه ومحتاج اللي يفرحه كمان ومحتاج اللي يحصنه كمان، ومحتاج كمان اللي يحصنه ضد كل الإغراءات وضد كل الأفكار المغلوطة اللي ممكن تكون دلوقتي بندخلها بطريقة غير مباشرة للأطفال حقيقي. المصريين حقيقي. لأنه حقيقي الطفل المصري بيتعرض لكم إغراءات وكم أفكار ضدنا وضد تقاليدنا غير طبيعية. مزبوط. سواء أغاني، سواء أفلام، سواء حتى ألعاب، فيديوز على السوشيال ميديا، فيديو جيمز حتى مليانة عنف ومليانة أفكار صعبة كمان، وفي كمان ألعاب بتخلي الأطفال يخشوا في تحديات ممكن تعرضهم للانتحار ولل صحيح. وللضرر الجسدي والنفسي. فلازم يبقى في وعي كبير مش بس للأطفال، الآباء والمربين علشان يوعوهم ويحموهم. إزاي نطلع طفل مثقف؟ إزاي نطلع طفل مصري مشرف مهم لبلده؟ مهم طبعا الكتاب ومهم القراءة، دي نمبر وان. يعني مهم إنه المدرسة تأكد على القراءة والثقافة، الثقافة تبقى في مناحي مختلفة مش بس الموضوعات اللي في الكتب المدرسية. يعني يبقى في أنشطة في المدارس، أنشطة في المكتبات، إنه يبقى في مسابقات للقراءة للأطفال، مسابقات للكتابة للأطفال، يبقى في كتب فيها بعد توعوي ضد التنمر، ضد التحرش، ضد وهكذا. صحيح. طفل 2023 هو مش زي أي طفل. طفل متطلع، طفل فاهم، طفل متعرض لأفكار كتيرة جدا والتكنولوجيا كبيرة جدا ومتطورة جدا. إزاي نخاطبه؟ بتفكري في إيه وإنت بتكتبي له؟ إيه أهم رسالة بتكوني حريصة إنك توصليها له؟ هو أنا بهتم إن أنا أشوف اللي أنا بكتبه ده أو اللي أنا بعرضه عليه بعينه. وبهتم ان انا اتعامل مع الاطفال مش بس من خلف الكتاب، بشكل مباشر مع الاطفال، يعني من خلال ورش للكتابة، من خلال مسابقات للقراءة والكتابة. فبحتك بشكل مباشر مع الأطفال عشان بالضبط زي ما حياتك بتقولي لازم أبقى فاهمة عقليتهم، ولازم أبقى فاهمة هم أحلامهم إيه، تطلعاتهم إيه، علشان أعرف أخاطبهم بشكل مظبوط بشكل سليم. اتكلم بقى شوية عن حكاية رحمة، وده آخر إصدار لحضرتك والكتاب الجديد اللي مشاركة بيه في معرض الكتاب. مظبوط. الكتاب بيتكلم عن التنمر من رسوم رانيا أبو المعاطي، وهو بيتناول التنمر من وجهة نظر إنه الطفل لما بيشاهد طفل آخر بيتعرض للتنمر ممكن يبقى واخد موقف إنه خايف يتدخل، أو أنا مش قوي كفاية إن أنا دافع، ومفيش داعي إن أنا هاجم المتنمر لأن ممكن أنا كمان أبقى ضحية. فهو الكتاب بيشجع الأطفال إنه صحيح أنت ممكن تبقى طفل ومش قادر تاخد إجراء ضد المتنمر، لكن أنت ممكن تبقى إيجابي بإنك تساند اللي تعرض، الضحية اللي تعرضت للتنمر. فحكاية رحمة هي حكاية بنت اسمها رحمة. جميل. قررت انها تتصرف برحمة مع بنت تانية اسمها نسمة اتعرضت للتنمر وكانت بتبكي، فهي مسحت لها دموعها وقالت لها انت جميلة، وقدت لها حتة من الشوكولاتة بتاعتها وحتة من الساندوتش بتاعتها. فطيبت خاطرها لغاية ما مشرفة المدرسة جت وجازت البنات التانيين اللي تنمروا عليها. جميل. وأثنت على تصرف رحمة. رسالة مختلفة. مزبوط. ورسالة غير مباشرة. حقيقي. لأن كل الرسائل الموجهة عن التنمر بتبقى دايما عن المتنمر والضحية. أيوة. بس احنا طلعنا طرف ثالث دلوقتي. أيوة. يساعد الضحية، وده دور مهم ممكن يقوموا به أطفال كتيرة جدا حواليهم أطفال تانية بتتعرض للتنمر. نتكلم شوية عن الإقبال، وخاصة أنه الإقبال حقيقي في الدورة دي إقبال غير مسبوق. كلميني شوية عن الإقبال، كلميني شوية عن اهتمام الطفل بأنه يكون موجود، واهتمام أسرة الطفل بأنه هو يكون موجود في معرض الكتاب. هو الحقيقة زي ما حياتك قلتي الإقبال من أول يوم ما شاء الله، يعني مش يعني حاجة مفرحة. جميل. جدا. جميل. العدد كان جميل يعني عالي وكبير من أول يوم، وفي فعلا أسر كتيرة مع أطفالها نازلين، وأنا شخصيا قابلت أطفال كتير عرضوا عليا بنفسهم الكتب اللي هم اختاروها. والحقيقة أنه في أطفال عندها 8 سنين و7 سنين عندها ذائقة متميزة جدا، وعارفة جاية المعرض وعارفة هي عايزة إيه. يا حبيبي. اللي بيختار كتاب تعليمي، واللي بيختار قصة خيالية، واللي بيختار مغامرات. فهم الأطفال
جايين عارفين هم عايزين ايه. برافو برافو برافو، هو ده الطفل اللي احنا عايزينه، هو ده الطفل اللي احنا بنحاول ان احنا نكبره بالطريقه دي، ان هو يكون عارف هو عايز ايه ودايما تكون اختياراته مظبوطه. هتكلم معاكي عن التنوع، لانه السنه دي الحقيقه في دول كتير مشاركه، فاعتقد ان ده خلى كمان انه يكون في تنوع جماهيري. الجنسيات المختلفه اللي بتجيلك، الجنسيات المختلفه اللي بتشوفيها في جناح الطفل. هو الحقيقه انا يعني ما لاحظتش جنسيات كتير مختلفه في الجناح هنا. بس في طبعا في مش قادره اميز، هو في بيجوا يكلموني بالانجليزي بس ما بقاش عارفه تقريبا هم من اي بلد. ايوه، لكن الغالبيه العظمى اللي جت في الجناح هنا كانت مصريين. لحد دلوقتي اهتميتي بترجمه الكتب؟ يعني احنا النهارده في زمن او في وقت او في عصر انه الولد او البنت زي ما بقول لحضرتك هم متطورين جدا. أيوه. في منهم اللي بيتكلم لغه واثنين وثلاثه. مزبوط. دلوقتي بتكوني حريصه ان كتبك تترجم؟ بيهمك انك تترجمي ده؟ مظبوط جدا، انا عندي 3 قصص بالفعل. نشرتهم باللغه العربيه والفرنسيه والانجليزيه. هم زكي الحمل الزكي ونور والملك وادم والسمكه. جميل. وهم فعلا بالفعل متاحين بال3 لغات. اخر سؤال هساله لكم، مش هطول عليكي اكتر من كده. فكره الكتاب الصوتي النهارده برضو في عصر سريع، ايقاعه سريع، في بلاتفورمز كتيره جدا بتساعد الولد او البنت ان هم يقروا، او ان في كتب كتيره جدا صوتيه. فكرتي انك تحولي كتب من كتبك لكتب صوتيه؟ فكرت، بس ما تبقاش صوتيه بس، تبقى كمان انيميتد يعني. يعني يبقى فيها صوتي حرق. ومرئي بالظبط. اوكي. لكن طبعا الموضوع انتاجيا تقيل مش شويه سهل. بس ده حلم من الاحلام ان شاء الله تحققيه. واحنا دايما وشنا حلو على كل الكتاب. أكيد. بشكرك استاذه ميريم، والف الف مبروك. الله يبارك فيكي. ميرسي. دايما يكونوا موجودين في معرض الكتاب، لان اسره جميله حبينا ان احنا نتكلم معاهم. اتعرف بحضرتك. عماد محمود. عماد محمود، اسامي بقى الولاد والبنات الحلوين، اسمك ايه؟ سيف عماد. سيف عماد. يوسف عماد. خديجه عماد. اسمك ايه؟ يوسف عماد. خديجه عماد. خديجه عماد. قولي يا استاذ عماد، حضرتك بتبقى حريص انك تجيبي الولاد المعرض كل سنه؟ والله بصراحه هي اول مره، بس بسم الله ما شاء الله التنظيم جميل والكتب جميله. ان شاء الله ان شاء الله تبقى كله مره ان شاء الله. نجد. تعرف على الاستاذ الصغنن التميم عماد محمود. يا استاذ تميم ازيك؟ الحمد لله. احكوا لي بقى، لقيتوا ايه النهارده في الجناح بتاع الطفل واشتريتوا ايه، وايه الكتب اللي بتحبوها؟ انا بحب الكتب اللي هي بتاعت المغامرات. مغامرات الحاجات الاكشن. بتحب الاكشن. اشتريت كتاب لمين او كتاب فيه ايه؟ لسه كنا بندور هنا. لسه بندور. وانت يا يوسف؟ وانا برضه. بس انا بقى جبت، بحب الالوان. ايه؟ بحب الالوان. بتحب الالوان. بتحب الرسم وتلون. وخديجه؟ بحب الالوان وبحب ارسم. جميل. انا مش هطول عليكم اكتر من كده، وان شاء الله دايما تكونوا حريصين انكم تكونوا موجودين في المعرض وتشتروا كل الكتب اللي انتم بتحبوها. بشكركم.
بكده بنكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة من يحكى أن من داخل معرض الكتاب. كان يوم طويل بس كان يوم ممتع جدا، اتبسطنا فيه، قابلنا فيه كتاب، قابلنا فيه ناشرين، قابلنا فيه جمهور، قابلنا فيه كل ما ليهم علاقة بهذه الصناعة. المعرض السنة دي بجد محقق نجاحات ما تحققتش قبل كده. هنقابلكم في حلقات تانية كتير، ولسه معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54. بشكركم، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا النهاردة. كان معاكم رانيا السيد، شكرا.